السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم على الحلقة من مات جيمز تايكون. تشوف الشركة لا تشوفون 4 مليون فوق، الوضع لا يحسد عليه. قعدت وقت طيب، شوفوا عليه قرض كبير، وقعدت وقت طيب أحاول أسوي لعبة تشل سوق الشركة مالي، ووايد طولت لين طلعت لعبة جديدة، وتو كنت بخسر خلاص. أنا كنت على وشك الخسارة وطلعت لي هاي جيجي والبليد ونجحت، يعني بالغلط. انا كنت على وشك مرة الفلاس خلاص، انا مفلس تماما كنت، فاستوت عندي كسر الميزانية، استوى عندي وايد امور استوت في الفترة اللي تميت ما العب فيها، وحاولت اعوض عن اللعبة بس كان الوضع صعب. بس الحين بما ان عندنا 4 مليون، شوفوا 4 مليون، بننتقل لمبنى جديد، بحاول مثل ما يقولون ما بنتقل ب 4 مليون دايركت، مكتب متوسط، لان احنا عندنا الحين هذا مرآب لو ما ادري مرآب شيء، يعني جراج كبير، مكتب قديم مالا مكتب صغير مالا، بنصير ب 2 مليون للمخزون القديم، ستحصل على 200 الف وشوي، صبر 200 الف وشوي 3 مليون بخسر 3 مليون وايد، كيف اطور لعبه قويه؟ خلاص تصير ب 2 مليون، اوكي؟ هاي الشركه على قولة الانجليز ميك ات اور بريك ات، يعني يا ان نحن الحين انا اسوي شيء زين، بسوي مكاتب 5 في 6 في 6، اوكي؟ هذا المكتب الاول مالي، بحط فيه اثاث مكاتب، حط فيه موظف موظفين، بالنسبة لي من خبرتي 4 موظفين راح يكفوني حق مكتب تطوير واحد، اوكي؟ مكتب تطوير واحد راح يكفيني المبلغ اللي عندي الحين، البحث مش المبلغ سوري، اما هذا بعد 6 في 6 حطي لباب، وبنحطي لهم بعد المكاتب بتكون. ليش مكاتب غالية؟ المكاتب الغالية على أساس لحظة نفس التصميم، لحظة بس خلنا نشيل هذا يعني. أوكي، ليش مكتب كبير؟ مكتب كبير لأن لحظة لأن يسوون كل شيء أسرع. وين الحمامات؟ الله يعزكم، هذه الحمامات بنسوي، مش حمامات سوري، حمامات الكبر شبه فيها. غرفة موظفين 20 ألف، غرفة كبيرة توسع لموظفيني، بحط مجموعة شغلات الحين، اوكي؟ على اساس هو ميك ات اور بريك ات، المبدأ مش صح 100%، بس انا انسان ابا الموظفين مالي يشتغلون عدل، اوكي؟ نحط لهم ثلاجة بهالزاوية جنب الثلاجة، ثلاجة متطورة ما ابا، بحط الغنفة اللي تسعدهم جدا، هني يلعبون يسوون اللي يسوونه، وبراهم كل شيء ثاني، التلفزيون هني يطالعون، قدام الكوفي ماشين، عند التلفزيون مزعج وايد، بنحطي عند الثلاجة، اوكي؟ بنحط في كوفي ماشين ولا شيء ولا ثاني، هاي آلة قهوة، ليش بحطي شيء ثاني؟ بحط آلة مشروب طاقة حكم. وبنحطي لهم يا جماعة الخير الأغراض المتنوعة، بنحطي لهم اللي هو تشك بورد، هاي مش تشك بورد، هاي أفضل، الله يعزكم، الزبالة، بحطي لهم طابعة في المكتب الرئيسي. شوف الحين شو المكاتب أحلى، يعني أوسع أفضل كشكل، بتكون أحسن، يستاهل الوضع الشير فيه، صح؟ نزيل نحطي لهم بعد لوحة ملاحظات كبيرة في المكتب، حتى الجماعة هني لوحة ملاحظات كبيرة، خلهم يستانسون، حتى هاي اللي يبون برينتر، اوكي؟ بنحطي لهم طفاية حريق حق السيفتي عند البرينترات، وبنحطي لهم طفاية حريق حق السيفتي عند التلفزيون، اسمح الله سوى لهم شيء، نحطي لهم لمبة حلوة، كلهم لمبات حلوة في نص المكتب. مفروض ان هذا
يزيد من انتاجيتهم. انا بعتقد ان هذا بقول لكم بيمشي. اوكي بنحط لهم صوره حلوه على الادار، صور خلي الموظفين شوي يكون عندهم كميه سعاده لا باس بها. اوكي على اساس ما في شيء حق الطاوله نفسها، لا بس هاي موجوده، ممكن نحطيها حق الموظفين حق الغرفه نفسها. نحط لهم شوي صور زياده يدخلون في الغرفه، الغرفه تكون مريحه لهم نفسيتهم. بنحط يلا عزكم الحين دوره مياه. انزين دوره المياه هني جنب غرفه الموظفين نفس اخر مره، 4x5. بتحسون اني استعمل مساحات كبيره، لكن الحين الموظفين عندي بيستون وايدين، الموظفين اذا كثروا احتاج لهم خدمات اكثر شوي. انزين خلينا نحط لهم هاي 2 3. انا احس اني لازم اكبر الغرفه، لحظه تعديل الغرفه مش وضع الباب، لا ما اقدر ازيد الغرفه. اوكي مو مشكله، بسوي حمام ثاني اذا حسيت ان هذا صغير الله يعزكم. بسوي لهم دوره مياه ثانيه، بنحط لهم مغسله ايد لها وايد عوده، هاي ميك سنس يعني هني وحده، هني وحده، هني وجنبها نشافة مال ايد عشان يغسلون نشفون ايدهم. وبنحط لهم داخل من الاغراض المتنوعة زبالة هني وكرمتو، بنحط لهم روحة داخل حسب ما يستوي ما يختنقون يعني، طفاية حليب ما يضر يعني، شوي بتعب على مثل ما تقولون عليهم. خذ هني تشوفون شو يسوون في الليل، ندخلوا هني يتوهقون عقب. وبنحط لهم عدة اسعافات اولية في هني، بنحط لهم عدة اسعافات اولية في المكاتب عند البيبان لا سمح الله استوى شيء. انزين الحين بنحط استوديو الرسومات. انزين وين صار الغرف؟ مراقبة الجودة سوري، بنحط مكتب صغيرون مراقبة الجودة، بنحطيكم في مكتبين ما بحطي زيادة. وين صار استديو رسومات مراقبة الجودة؟ هل لهم شيء معين؟ لا يبون مكاتب، مكتب واحد، بحطي واحد حق مراقبة الجودة بس يكفي على المساحة اللي اخذت. ما اتصور اني بحتاج اكثر حق واحد راقب للجودة، بس خلينا نحطي له شوي سامون اشغلته بس انه يراقب الجودة. واحد بس ما له داعي تحط لي ترليون شيء، لا بحط لي شيء واحد. طبعا في كل مكتب بحط هذا. الحين عندنا استوديو الرسمات اللي هو شكله لازم يكون فيه مساحة على فكرة، بنعطيه مساحة الباقية هني، مساحة طيبة هاي، مساحة فوق الطيبة، لان احس انهم احسن رسومات. اوكي لانهم اصلا اظن مكاتبهم كبيره وغاليه بعد. ايوه نبي موظفين هني، ما بوظف، ما اتصور اني بوظف اكثر، بس اغراض متنوعه. انا مش عايبني كلمه غرفه الخادم على فكره، حطي لهم كرمه زباله، ملاحظات حق الاثنين، بنحطي لهم برنتر حقهم بروحهم، بنحطي لهم طفايه حريق لا سمح الله صار شيء عند البرنتر. وكالعاده عند 9 ندلعهم ليتات هني يشتغلون عدل، حطي لهم رسمه فوق البرنتر مش غلط، عدة سعفات الأولية هني تكون موجودة عندهم. هاي مكاتبهم كبيرة. خزائن حطي لهم دروورز شي طيبة، بيشل التشيك بورد مالي هذا رمادي. زين فخلنا نشيل هذا من مكانه، تشوفون هذا زين، اروم اشيل كل شيء بس ما اروم اشيل هذا، ما اروم اشيل شيء هنا. زين هني موظفين بيشتغلون. زين عندنا شغلات ثانية، استوديو الموسيقى بنسوي لنا استوديو موسيقى صغيرون بعد 4x6، ها مش صغيرة على فكرة، المكان جدا ضخم يعني المكان ضخم، متضخم شوي فيه يا حبيبي. بحتاج اكثر من واحد اصلا يسوي لي موسيقى،
بالصبر. زين كيف يطلعون بيدخلون؟ وين سلك تول مالي؟ شو استوى؟ اوكي. انزين اعطينا الباب مكان منطقي شوي. انزين استديو موسيقى، والله ما تصورت انه بس بسوي خبصه بالطريقه. انزين ها استديو موسيقى، وعندنا بنحط التسويق، كان عندنا واحد شغله التسويق لو تذكرون، 4 × 5 بنحط 2 حق التسويق هني. اوكي استديو تسويق، تسويق ماله مكان معين اللي انا اذكره، هي ماله مكان معين. انزين بنحط له مكتب رمادي، بنحطي حق هذا المكتب قاعدين مجابلين اي واحد يدخل. نبالهم خزانه، خزاين شوي المكان استوي ارتب، يعني رتب له مكان بحيث انه يكون شيء شوي مرتب وحركات و لوحة ملاحظات صغيرة، مكتبهم صغيرون، حطي لهم زبالة هني، حطي لهم عدة طفاية هني، حطي لهم إسعافات أولية عند الباب، نحطي لهم لوحة ولا لوحتين حلوات ورا رسوم ما يضر، نحطي لهم عشبة في نص المكتب، عشبة في النهاية، عشبة هني، هاي بيستانسون شوي. الحين بسوي شيء اسمه غرفة الخادم اللي هي السيرفرز. اوكي انا مغلط، غرفة الخادم وين غرفة الخادم؟ مسكر مركز بين ادوار اونلاين. زين نبغى غرفة التدريب، كان عندنا نحن غرفة التدريب، موظفين ما نحتاج اكثر من موظفين، يمكن بعد ما نحتاجهم اصلا يعني، بس ما نحط 2 احتياطا، بنحط 2 لحظة. ليش ما يصير أكثر من واحد؟ أظني عادي مو مشكلة، أنا كان عندي موظف واحد كان مرسب في السمبتيكا الصراحة، يعني ما كان معخذ الأمور، بس يستوي نحط 2. أوكي 2 وايد بعد صراحة. بسوي لنا مستودع صغيرون. زين شوفوا كم بقالنا فلوس، 2 مليون. إنزين حخلي تشوف كل واحد وين بيروح. انزين انت معناه خلي يصير يتعينون اوتوماتيك. اوكي اوكي ممتاز، عندنا 4 4 4 1 2 3 4 5 7. اوكي خلنا نبند هذا وتسوي تعيين موظف، واحد نباه حق الموسيقى، واحد نباه حق التسويق، ما عندنا موظفين غيرهم ترى، واحد نباه حق اللي هو هذا نسيت اسمه. اوكي رسومات، تحسين رسومات، اختيار لعبة، ما عندنا لعبة الحين، تحسين رسوم. نقدر ننزل الحين تحسين اللعب. اوكي نقدر ننزل مجموعة اشياء، خلنا نسوي لعبة جزء جديد. اكثر شيء نجح عندي اخر مرة اللي هو طلعني من المكان هذا جي ويل بلايد 2. اوكي بنحوله الى حجم A. نختار محرك، اقوى محرك عندي بختاره. بنسوي طبعا على اقوى كونسولز طبعا اللي ماسكين السوق. انزين نبغى لحظه شراء حزمه العمل مكتب تنفيذي. انزين خلنا نسوي لنا مكتب تنفيذي لان نسيته، وين كان مكتب تنفيذي؟ ما عندي مكتب الرئيسي. شوفوا هني بتبدأ شوي تستوي الزحمة. اوكي لان لازم نستفيد من المساحة، اخر مرة ما استفدت من المساحة بشكل. لحظة مكتب تنفيذي وين؟ مكتب الرئيسي. اوكي يا حبيبي على الطاولة، ول طيب حبيبي
هذا لازم لازم، هذا صور حركات لازم. لمبة راهية مرة فوقه، أعطيه مروحة بعد، ها مروحة عليه دلعة، أكتب متعب عليه، مروحة فوقه. إنزين برنتر ماله بروحة، والشباب هني ما في كرسي، مقاعد هذا. كرسي عنده حق اللي بيجي المكتب، المكتب شوي استوى. لا اوكي، كرسيين فويا يتريون، نحن بس حق قاعد اظن غرفة التدريب ناقصنا غرفة خادم قلنا، بس ما نقدر نسوي الحين صح، بس نبغى مستودع صغيرون. والله مش مستودع صغيرون، هذا بعد الشركة بتحتاج الى ان نكبرها ترى. مستودع مخزن، خلنا نسوي المخزن بالطريقة هاي، حطي لنا او ان عندنا سماء وايد يعني عرفتوا. انزين قلنا بنطور لعبة جزء جديد اللي هي اكثر لعبة ناجحة عندنا، الى ايه الى انجن، مع انه موظف هني لحظة تعين موظف، مع انه ما في موظفين في السوق، فخلى الذكاء الاصطناعي يشتغل اذا احتاجنا اي شيء. بس بنطور جزء جديد من جي جي وول بلاي 2، جي جي وول بلاي 2 نفس ما هي سميزن قازت، خلنا نتكلم شو انجليزي حسس منا نحن محترفين عرفتوا. اوكي نكست 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 نكست، جبت العيد ادري شراء حزمة التطوير اي او 7.5% of the market. زين شو عايز تحسون انه يعني بروفيشنال يعني اللي يتكلم انجليزي نفس ما هي. بس نشوف حزمة اصدار الثاني ATC، اصدار الثالث ATC موجود، بناخذ ATC الاصدار الثالث وبنسير فيها الحين، بندعمه بميزات فول عندنا. شوفوا ذكاء اصطناعي مبرمج، ذكاء اصطناعي متفرع الحين قاعد نحطي، فاللعبة الحين قاعد تستوي جبارة شوي شوي. الحين هذين لازم ندور لهم شغل صح، بحث عن ميزات محرك العروض الاساسية، بنحطي مكتب تطوير، وعندي موظفين في مكتب تطوير قال، المهم عندي اربعة هني. بنسوي حملة تسويقية على جي جي ويل بلايد، بنحطيها على مجلة العاب عالمية. نبغى نشوف ازالة الاخطاء. اوكي واللعبة هي قاعد تشتغل الحين، واو اقدر انزل الاخطاء منها. جي جي ويل بلايد 2 يتطلب مشاهد فيديو تحسين اداء الرسوم. اوكي بنسوي موسيقى حسن اصوات اللعبة، ما اقدر بعد في زيرو. زين انا بحطي لكم قلب قلب يعني، انا بس اعطيكم فلوس عسى اسوي هالشيء. اوه عندي بقايا اللي تزيد من عندي اروم اسويها. شوف شوف قاعد يعدل الاخطاء وهي قاعد تستوي. انا لو اعرف ان هذا بيسوي لها الشيء هذا اللي هو مكتب، شو العلم ممكن اوكي هذا اللي قاعد يصلح لي اخطاء اللعبة وهي قاعد تستوي. سو نايس سو سو نايس سو نايس. على فكرة عندهم معجبين 27,000 وزعلانين علي، مرة زعلانين. زين خلنا نشوف في موظفين يدات، هي في موظفين يدات، خلنا نشغل موظف هني، موظف الأصوات. ليش؟ لأني أقدر فقط. زين خلنا نشغل الذكاء الاصطناعي شغال حق التوظيف. سند هذه اللعبة على المحرك الخاص بك 400,000 200,000 مستوى آخر من اللعبة. الصراحة الصراحة مستوى آخر من اللعبة. أنا بعرف بس هذا ليش مسكر، ما هي رسمة تحسينها تكاليف الصفر. انزل نبقى نعطي
ويت ويت خلنا نوقف اللعبة ها، مش عارف وين يروح، تعال هني. اوكي حطهم دورة تدريبية اللي هي نحن نبغى في تصميم الالعاب. لا ابغى شيء في الاصوات يخصه، لان الاصوات عندي زيرو تراها. اوكي في الاصوات والموسيقى حلو، بس انا بهاي اللي يشتغلون الحين. I want these things to work. انا اريد هذا نفرات شغل، سوي زيادة شغل. شوف الحين ما في شغل. منزل مسكت موظف في النص الدرب وعقيت هني دام تحت في الاصوات والموسيقى. المهم الحين هم قاعد يوزعون الشغل على حسب احتياج السسمة على فكرة، على حسب احتياجي. بس لان نحن ولا لان انا احب اصرف فلوس زيادة واتوهق، نحط مكتب تطوير ثاني واللي هو راح يكمل مساحة الشركة تماما، راح يختل لي المساحة 100%. قتل للمساحة مكاتب واحد اثنين ثلاث موظفين هني، لا اربعة، شوي خربطان مكانهم. لحظة ما اقدر احطها حتى هني، اغير الباب هني احطي. اوكي الحين، اوكي الحين منطقي، شوي شوي منطقي. تضر لا تضر، سوري تضر. وانا هلا بالعيال، هل نعطيهم الواحد عند الخاص؟ اسم الخاص ماله برنتر از ادريم، وانا في كل مكتب قاعد احط برنتر، عرفتوا؟ ما في ما يعني مدل عنهم من الاخر، مدل عنهم 100%. لمبة سقف، واحد اثنين ثلاث اربع، حطي لهم مقاعد، ما له مقاعد، المقاعد يمكن المدير زيارة كان، مشكل مكان ضيق. انزين اغراض متنوعة مرة اخرى يا جماعة الخير، نحطي لهم رسمات لون كلها نفس الرسمة اللي اسقس عليهم انا، بنحطي لهم عدة اسعافات اولية على الباب هني، وبنيب تعيين موظفين مستويات عالية من التوظيف. زين بنشتغل على لعبة جديدة هني في هذا الاستوديو، بشتغل على لعبة جديدة حلو. زين اللي هي تطوير لعبة. الحين شو عندنا دارج في السوق؟ القفز والركض. زين فبنحطي لها محرك قوي، القفز والركض. شو نسوي في القفز والركض الحين؟ هذا موضوع ثاني والله ما ادري الصراحة. قفز والركض لا، خلنا نطور لعبة ناجحة عنا، شو رايكم؟ انا افضل نطور لعبة ناجحة. جزء جديد شو كان عنا ناجح؟ نسو نسواوة، هاي لعبة مهارة، بنحط عليها محرك كبير، بنحطيها على كل ما هو انا ايه سيجا اقوى بلاتفورمز ان ذا ماركت اي تي سي اصدار الثالث. نايس، هاي بشل منها بس لغات، ما محتاج كلها لغات في لعبة. خلنا نزل تفهني مع 70,014. الحين شوف على طول دشينا في الماينس، البنك اوريدي طالبنا ب 29 مليون. يعني اذا انا لعبتها 100% جيجي ويل بليد دخلت لي 3.2 مليون. هي كانت بعدها تنبع ترى فكرة، يوم حتى شكله وانا ما ادري بها. الحين نحن انا عندي اللي هو المارجن مالي واللي هو مبدا الخساره مالي اقل من مليون بشوي. اذا العابي ما صدرت قبل المليون هذا، يعني انا عندي لعبه جيجي ويل بليد 2 المفروض انها تصدر قبل نص نسوه حلو، فاذا صدرت قبل يكون ممتاز. حسين رسومات، مشكلة أنا هاي المسكر وهاي المحسوبين علي، محسوبين علي كموظفين، تكلفة المكتب مالي خرافية. فإذا الحين أنا سكرت الشركة قولوا إن شاء الله الشركة ما تكسر، ما تكسر ولا تسكر ولا، والله قمت أخربط أنا الحين من كثر أنا. ها على فكرة آخر جزء هذا اللي جاب العيد، ولا هو كان ممكن يكون أموره طيبة والله، بدل ما دخل ملايين أنا أتسلف ملايين، جايب العيد في الأمة كلها أنا. انزل والله عندي الأصوات شوية أحس تحسنت، بس المشكلة تحسين الأصوات عندي مو شغال عدل. منو حط سكرين جنريشن 3؟ هاي على يوم نتندو هالسوالف،
بس اللعبتين المفروض ترى يكونون ممتازات، لانهم عبارة عن نبعات من اوكي تجسس فيلم تفاعلي. يا حبيبي في شغلات جديدة، فيلم تفاعلي 150,000، مشكلة مو عندي فلوس. انا قاعد امشي على مبدأ الخسارة حاليا، اللي هي اذا الشركة سكرت ببدأ شركة جديدة. خلنا نختارك كل اللي نقدر نختاره، وما اظن بيكفي لان اللعبة باقي عليها 50%. اذا سكرنا الشركة خلاص يمكن تكون نهاية السلسلة. زين نسويها نهاية السلسلة شكلها. الا اذا الحلقة هاي وصلت 100 لايك، زين وشفتكم عجبتكم اللعبة، بنبدأ بشركة كبيرة من هني، لان ممكن نبدأ من هني ترى على فكرة ب10 مليون، والحين ممكن اسوي وايد في العشرة مليون مش نفس قبل. فاذا انتم تعتقدون ان اللعبة هاي تستاهل الاستمرارية، حاولوا تدعمون اللعبة تحت، وبعد تدعمونها لي ابغى دعم جامد. واذا ما اقدر اخترط زيادة ترى شوفوا على الحظ، ها وصل قرض زيادة على الحظ. زين واذا الشركة سكرت انا بتفاعل يا جماعة مع السلسلة، انا بتفاعل لايكات كومنتات، وانتم قدها وانتم كفو، انا اعرف انكم كفو وادري بكم تقدرون عليها، مو بكبيرة عليكم اللي 100 لايك، لما 100 لايك مو بكبيرة عليكم، انا اعرفكم متابعين وحوش. انزين نص نص واو فيروس، انا هاي اللي مخسرين فلوس على فكرة. الحين شو اسوي في موجة الخسائر؟ والله مشكور على الترجمة الرائعة، ما اعرف شرفته بس يلا هلا نشوف. اظن الشركة سكرت، اظن الشركة بتسكر، اظن الشركة بتسكر، ما عندي بقايا اي شيء يبيعه. زين خلينا نرد على مكانه لاني بتعيد. الشركة بتسكر يا جماعة الخير في الترتيب. شو الترتيب يا جماعة؟ بنشوف إذا الشركة سكرت ولا ما سكرت حسب. سحلنا قرض جديد؟ لا الحين الشركة بتسكر خلاص، الحين الرواتب موظفين آخر الأسبوع 200,000، عندي 12%، وعندي ماينس 200، وعندي معقولة للحين شغالين نحن. كشك العاب ما عندي فلوس، لا تشارك. انزين كله يعتمد بس اعتماد كلي على اللعبة هاي وعلى تصحيح الاخطاء اللي هني في اللعبة. اذا اللعبة هذه تقييمها طلع وايد عالي والحين ما سكرت الشركة، والله ما سكرت الشركة، نعم البحث عن ناشر. قلنا شو كانت اللعبة؟ صارت ختال، كانت أظني كانت ختال صح؟ تصويت اللعبة 72%، 72%، واللعبة بدون أخطاء. الحين ننزل نسوس واوا نحط في موظفين، نزل تحديث عليها، شوفوا استوى عندنا ميزة ننزل تحديثات، بنزل تحديث أمني، بنزل مستويات جديدة، رسومات جديدة، وحملات جديدة على اللعبة. انزين اللعبة ضربت 72%، يا إلهي شوفوا نسوس واوا كان في أخطاء. صبر ما بنشر نسوس واوا، لا صبر خل هذا يشيل الاخطاء قد ما يقدر، وايد بيطول هذا كم بيشيل الاخطاء منها. بس مشكلة الاخطاء هاي 200 وشي اخطاء راح يذبحون اللعبة قتل مش طبيعي راح يكون. لحظة هاي يقدرون يساعدون؟ ما يقدرون يساعدونه، بس هاي اللي يقدرون يسوونه ينزلون تحديث بعد على هذا، خله ماشي. اللعبة انقذت الشركة بشكل ما اعرف انا كيف، لعبة انقذت اللعبة حرفيا، انقذت اللعبة، بس انا مش قادر. يتطلب كلام، يتطلب كذا، يتطلب هذا، يتطلب ذاك،
كيف تم انقاذنا في اللعبة هاي؟ لا تسألوني، لا تسألوني. لعبة انقذت الشركة، واشتروا منا هذا بعد الحين، امسكوا، وبنطور محرك جديد. المتابعين مالي مش راضين ابدا. انزين، كيف لعبة انقذت الشركة؟ لعبة انقذت الشركة، حرف سوين صار، سوري، تطوير محرك جديد، احسين محرك قديم البلس. اوكي، 304 بلس، بنزيد سعرها هاي 25,000. ميزات، نزيد تسجيل حوار والصوت، عارض رسمات اساسية وسوالف، 188,000 على محرك جديد. مش غلط ابدا، خلينا نشوف شغلات جديدة حق المحرك اللي بعدين. محتاجين شريط موسيقى حق هايل. الحين نسوي شريط موسيقى. يا حبيبي على كمية الاخطاء اللي قاعد يعني تستوي عندنا. انزين، دورة تدريبية في الاصوات. انا كان عندي اضعف شيء الاصوات، الحين ان شاء الله تستوي احسن شيء عندي الاصوات. كيف لعبة يتني وانقذتني؟ واشوف هنا مديون انا ب 11 مليون مرة ديون فول، ما عندي ولا شيء، ما فزت في اي جائزة. الحمد لله ما كنت اسوأ لعبة موجودة. بعد بطور بعد جزء للعبة، بس جزء ثاني جي جي ويل بلاي 3 بنزل. اوكي، بنزل جي جي ويل بلاي 3 طريق هذا المكان. بس اخطاء ما اعرف كم اقدر اتحمل نسبة اخطاء، محتاج انا مكتب ثاني يسوي لي الاخطاء. محتاج والله مكتب ثاني يسوي لي الاخطاء. بحث عن محركات جديدة. 256 عالية الجودة. ليش ما سويت شريط موسيقى انا؟ لحظة، تطوير جزء جديد جي جي ويل بلاي 72. الجزء الثالث، انجن الجديد مالنا. نكس، طبعا كالعادة عندنا الشغلات اللي ماسك السوق كلها بنزل عليها. زين، نفس الشيء اي تي سي الاصدار الثالث. عندنا شيء افضل منه؟ لا، خلنا على اي تي سي الاصدار الثالث. خلنا ندعم ثلاث لغات، دعم جميل. مليون شيء تكلفة اللعبة. لازم اشيل ميزة تسجيل حوار، مشاهد، اجسام، التعرف، تقسيم الشاشة. خلاص ما حد يلعب الحين الشبكة، الحين يلعب خلاص، ما حد، كل واحد يقعد على جهازه ويلعب. واللعبة شغالة ترى، قاعد تدخل لي فلوس. زين، الحين نسوي دعاية. خسرنا جي جي ويل بلاي 2؟ لا، نبغى نص نص. واو، نحطيها في الراديو على اساس انه يوم تطلع، اول ما تطلع. مشكلة تشوف وايد اخطاء في اللعبة، وهني المكتب هذا صغير، مش ملحق يشيل الاخطاء كلها. فبنزل على 8 خط، مشكلة كمية اخطاء 300,000. امسك امسك، الحين الفايدة قامت تدخل. امسك، بنسوي شريط موسيقى حق التطورات المستقبلية الجاية. يعني الصراحة لعبة انقذت مستقبل الشركة، يعني ما اعرف كيف انقذت مستقبل الشركة اللعبة هذه. سوينا حملة حق هاي، بنسوي حملة حق اللعبة جي جي ويل بلاي 3، قيد التطوير. في هاي شي قاعد تنباع، اللعبة الثانية اشوفها بعدها موجودة في الدعايات، موجود كل شيء، ممكن اسوي لها دعاية. كيف اشو هاي يقولون؟ لا خلنا نشوف، ما اعرف يتكلمون، والله مرات يخربطون وايد صراحة. هاي دخلتنا 3 مليون، وهو زاد الليمت مالنا حد الاقتراض مالنا. بس طبعا افضل اني ما انزل اللعبة الا وهذا المسكين والله كسر خاطري. شوف المكتب اللي مسوينه حقه، والله كسر خاطري، وهذا اكثر واحد نفعني مسكين. لحظة، اقدر اسوي مكتب ثاني. شو اسم المكتب هذا؟ جويستيك، شعاره مراقبة الجودة. انزين، بسوي مكتب ثاني. انزين، مكاتب، خلي له مكتب حلو مراقبة الجودة، مكتبين صغار. زين، بدلع بدلع. اوكي، بدلع، خلي له، ما يبى برنتر، ما يبى برنتر، يبى مقاعد.
لا هذا بيسكر الدنيا عليه. زين بنشل الباب اللي هني. لازم احط الباب على جنب، والله احسن استوى المكان وايد احسن. حط التشيك بورت هني زين، ونحط موظف، تعيين موظف 39، ابو موظف خرافي. اوكي 239 الف محرك جديد، ازاله اخطاء جي جي والبلاي 3 اساس ما نطيح في نفس مشكله نوسو نوسو. وليش؟ لان هاي مشكلته، هاي مشكلته بعد ما استوت اشتغلنا عليها تصحيح الاخطاء. الحين على الاقل هذا بيكون عنده وقت انه شيء يسوي. لحظه يقدرون يسوون شيء ثاني؟ اوكي ما يقدر يسوون شيء ثاني. يعني على الاقل هذا ما بتوصل 240 ما ادري كم. ابا كشك بس كشك صغير. يلا على هاي الحين بتنزل، خلينا نحطيها 6000 معجب 41000. صح انهم مش راضين 100%، بس شوفوا الحين خلاص ما بتجمع اخطاء 200 مليون ما ادري كم. هني كان 240 ما اعرف كم، ومش قادر انزل اللعبه في السوق ولا دخل فايده. زين اقترحت بعض الافكار العظيمه لشركه اللعبه. اوكي شوفوا هاي خبره اللعبه، اللعبه نفسها يوم ترد تسوى يكون لها خبره. والحين بما ان كانت الاخطاء اللي في اللعبه نحن وايد تنزل من مستوى اللعبة عندنا، فالحين شو بما ان قمنا ننزل العاب تقريبا بدون اخطاء، قام شو يصير؟ قام يستوي افضل، حسن الاصوات. الحين مش قادر احسن صوت ولا لعبة انا الصراحة. يعني هاي الاثنين هاي اللي كانت غلطة، بس الحين عرفت شو يسوون المكاتب هاي. والله لعبة انقذت مستقبل اللعبة من شركة من الخاطر. بس زين شوفوا زين الحين الاخطاء هاي قاعد انا ما تزيد، على الاقل ما تزيد، خل بيرد يمكن عنده 40 خطا. انا ممكن اتريا فتره انتظار كم من اسبوع على اللعبه انها تنزل. بندخل ال 2000 الحين وبنحتاج كونسول زيداد نفس ما سوينا مع اللي قبله، بس على الاقل ما بتريا نفس هذا. الحين قاعد اتريا 4-5 شهور انا ما نزلت اللعبه. انشاء حمله التسويق انسن سواوا، خسر عليها 108000 راديو غير، نجمع لها معجبين شوي والاخطاء. تقريبا خلصنا اخطاء اللعبه واللي هو ممتاز، واللي هو ممتاز هذا شغال. هني شوفوا عندنا الاستاس، انا اشوف الاصوات عندي اقل شيء احسب شيء كل شوي اي اعطي دوره تدريبيه اثيرات صوتيه اعطي اخسر فلوس على الاصوات. انا اظني انه يفرق، اتوقع هالشيء من نس نسوه واخطاءها تروح بنزلها في السوق ان شاء الله. ان شاء الله انه يعني تكون شيء نفس اللي قبله، شيء اجرامي. الحين الكورة مشهورة، اطلاق اللعبة في السوق. نعم البحث عن ناشر كانت شو اللعبة، والله ما اذكر. 3 نجوم بلس 1 61% فيري نايس، يعني بتدخلنا فايدة اللعبة، بتدخلنا فايدة. بنطور جزء جديد من نسو نسو واو نفسه، نسو نسو واو 3 بنسميه، لان نحن طوفنا جزئين. بنحط اي ميزات without engine، اخر انجن عندنا لان في شغلات جديده نزلت داخل. حلو نحط هاي اللي بنا شغلات جديده. نحن بنحط نفس الستاتس ماله بالضبط، بنزيد عليه لغه مليون شيء تطوير اللعبه. لا بتريا شو بسوي؟ بسوي تحديث حق اللعبه افضل، حملات جديدة، لا أصوات جديدة، رسومات، مستويات. أوكي هنحط لها باتش أساس إن ما تكسر الظهر، الحين قاعد تدخل علينا فلوس، فبنسوي دعم التضليل. يعني بتدخل فلوس، أشوف فوق 50% اللي أنا أشوفه كل مرة إن تدخل فلوس. لحظة إزالة أخطاء تسوي البليت، أقدر أخلي الاثنين يشتغلوا على نفس اللعبة. نايس أنا هم الاثنين يشتغلوا على لعبة واحدة، فيري نايس. بيخلصون اسرع بالطريقه هاي. بننزل تحديثات جديده زين، سمات واهداف جديده وصور. بنستوي عنا فلوس، رجعت لنا فلوس شوي اللعبه. يباها 1 مليون سمثينج بنخسر على اللعبه. اوكي مو مشكله. زين الحين تسوي محرك جديد، تحسين محرك قديم. لحظه هاي خلصوا ولا ما خلصوا؟
هذا خصم دعم التضليل. اوكي، تطوير محرك جديد، تحسين محرك قديم اللي هو هذا. بوينت 5 بنسويه، بنزيد على الميزه دعم التضليل والموسيقى وربعه. شوف السكس عالي الجوده، بنسوي له بحث 25000، خليه ينباع مو مشكله. وخلنا نسوي بحوث اخرى اللي هو AAA، هذا يضيف ميزات على اللعبة نفسها، يعني كم ميزة نحن نحطها على اللعبة تكون اكثر. وبنفتح شوي شغلات جديدة مع اللعبة الجديدة. احنا قاعد نسوي جزء جديد من اللعبة هنا. انزين، ما عندنا تحسين اصوات ابدا. انزين، فبنشوف شو الحل مع الموضوع هذا. ترى فكر وايد 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 طولت الحلقة. واو، المحرك الجديد دخلنا نص مليون قرش. انزين، على طول نسوي تطوير لعبة قديمة نسو نسو واو، نسويها الجزء الثالث. ايوه، نسوي المحرك الجديد، بس بنغير هذا الى، مش هذا السوري، الى الميزات القصوى 20. بنحطيها بلاتفورمر 56 9%، يعني 50% من السوق قاعد احطي انا. شراء حزمة التطوير اي سوني، بنحط بلاي ستيشن، ابدا مش بلاي ستيشن صح. بنحط هذا، لا نبقى اي نحن 4.3. بشتغل على سوق واحد، بشتغل على شو؟ على سوق واحد، اخذ منه 50% من السوق، اني انزل على 50% منزل ياباني. انزين، وبنزيد هايل. اوكي، لا هايل سوري، مشتركات مع هايل 1,900,000 تكاليفة، الله يستر. وصل ل 12 مليون قرض، بتكرهوني على الفروض انا. انزين، خلهم يطورون اللعبة. هذا الغاء، نسوي ازالة اخطاء، يشتغل على نسو نسو واو 3، ومن يطلع خطا يمحي من البداية مرة. خلاص سوينا مكتب حق كل واحد، خلاص اللعبة من تنتج عندنا ولا تنزل في السوق. ترى فكر الحين فلوس قاعدة تدخل عليها من اللعبة اللي قبلها، بس خلونا هاي السوالف نحن ما دخلنا فيها. اوكي، الشبسات وهالسوالف وهاي الامور انا ما اعرف ليش ما دخلت فيها، بس بنبدا ندخل فيها لان الحين عندنا فلوس قاعد تدخل. واظني 71%، اظني ان اموره طيبه، يعني بيخلص قبل لا تستوي المشاكل ان شاء الله. يعني ان شاء الله، انا شكلي حالف اسكر الشركه اليوم. زين، طفنا هالشهر على خير. بعد مبيعات شغالة، بس مبيعات خفيفة. الحين اللي صدق بينقذ الشركة من موقف المحرج اللي هم فيه لحظة، عندي مجال، هي عندي مجال 1 مليون. اوكي، اللي بينقذ الشركة ان جي جي والبلاي 3 تنجح معنا نجاح دائم. هي لعبة فعلا انقذت مستقبل الشركة. مع واسف اني طولت الحلقة، والحلقة جدا طويلة، بس متحمس شوي على اللعبة، وبنشوف ان شاء الله يمكن ننتقل مكتب جديد للحلقة الجاية بعد اذا الالعاب تمت بالطريقة هاي تطلع عندي ناجحة. احتمال كبير ان كم الاخطاء اللي فيها مو بلاحق اصلح. زين، اذهب، انا احتاج الى اكثر. ما هذا يا غلام؟ البنت تريع اللعبه شو على 25 خطا، بس على الاقل 30 خطا ولا مليون خطا، لان هذا الحين يسند هذا، وهذا يسند منه هذا، وكل وحده ما بشارك، ما اقدر اشارك على الميزانيه الحاليه. احنا اوريدي خسرنا معجبين، مش قادرين نعوض يعني. خلنا محترمين شوي، ننزل لعبة جديدة خالية من الأخطاء. هي أكثر شيء يذبح الناس هي اللعبة اللي فيها أخطاء. و 1.6 مليون، وقاعد ننتج ألعاب غالية ترانا. بس الحين لازم ننتج ألعاب تكسر السوق. الحين لازم ندخل في المحاكاة كرة القدم، رياضة كرة قدم بالطريقة هاي. يعني الحين بتنزل هاي في السوق، اقتراض مو مشكلة، بشيل المليون الباقي كله، ما عندي مشكلة، لأنه بينزلني ماينس بعد بدون مشاكل، على أمل. أوكي، نحن بنشوف كم اللعبة هاي بتدخل، ما بنزلها في السوق دايركت، وخلي هذا يمسح الأخطاء اللي فيها. أوكي، ما أعرف هل إذا نشرت اللعبة بيتم بعدين يمسح الأخطاء، ولا إذا نشرت اللعبة راحت. الراتب واحد غير يمشي، بحاول أن أمشي اللعبة في السوق. أوكي، بعد الراتب واحد على طول عاد الراتب. أوه يا الله، المحرك هذا انقذني. انزين،
ميزات رسومات معالج اخر متقدمه. الحين العابنا متطوره وايد، وعندنا المكتب متطور وايد، بس بعد سوى عنا مثل ما تقولون اللي هو بعد راتب الحين مشى، باقي لي 8 اخطاء. خلينا مسحن 300 ألف. المحرك قاعد ينقذ الشركة، قاعد يرفع الشركة، هذا اللي تسمونه الحظ. المهم اعتذر مثلا عن طول اللعبة، الحلقة جدا طويلة، جدا 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 طويلة، وانا احس انها طولت اكثر من اللازم، بس يعني والله نسيت حتى شو كانت. مزين، لا غصبا عني. اوف، 80%، بننزل عليها كل شيء، نقدر ننزله 124 ألف، بشيل حملات جديدة. انزين، شوف اللعبة بتصك السما الحين، نايس نايس. كرة قدم انا مسوينا، اظني مسوينا تنانين بسوي. انزين، خلي هذا يصلح نص هو. انزين، في الوقت الحالي مشكور يا عم متابعة الحلقة، وسوري طولت اللعبة وايد عليكم الحلقة، نشوفكم في حلقة قادمة، ولا تنسونا مش كبير عليكم اللي مثلي، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.